هذا الشهر فيه بركات كثيرة، وأكثر الناس عنه في غفلة، وكثير من أهل الغفلة يستفتحونه بمعاصي من كبائر الذنوب. وأول المعاصي الإصرار على ما يعلمه إنه معصية لله ورسوله، وهو يعلم مع ذلك يصر عليها بتوهيمات من الشيطان وخطوات إنه اعتاد هذا الشيء. كل الناس على هذا، إنه بشر ناقص مو كامل، إنه كذا، ولا يحرص على أن يكمل نفسه. الله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على عمل الصالح ولازموا التوبة من القبائح وتقربوا إلى الله تعالى بالنوافل من جنس الفرائض طمعا في المتجر الرابح، تتنزل عليهم الملائكة تثبتهم في الدنيا وهم أحياء وهم يدرون ألا تخافوا ولا تحزنوا، وتتنزل عليهم عند الموت: لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما تركتم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يبشرون وهم في حال النزع، ولهذا رؤية جماعة من السلف ومن بعدهم وهو يبتسم حال النزع، وهو يبتسم حال التغسيل، لأنه أري ما يسره. نسأل الله حسن الخاتمة. أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون في الجنة نزلا ضيافة من غفور رحيم. فلولا مغفرة الله ورحمته ما بلغتم هذا، لكنه جاد عليكم بمغفرته وزادكم من فضله ورحمته، جعل الله إياكم من الفائزين بهذا. فكل يوم يمر بابن آدم يقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فانتفع مني فإني لا أعود. وجعل الله تعالى الليالي والأيام خزائن للأعمال ومقادير للأجال، كل هذا من خصائص هذا الشهر، لأنه يقع بين موسمين: الفراغ من رمضان وشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، وهي أشهر الحرم لها شأنها في العبادة والطاعة، فالأجور مضاعفة أو معظمة، والسيئات على المعاصي مغلظة. يحتاج الإنسان يكون عنده حيطة واستعداد وحذر ورغبة في الخير. فهذه تذكرة بهذا الشأن، مناسبة شوال ما تقدم من رمضان وما يستقبل من أشهر الحج والأشهر الحرم، وأن الإنسان يحتاج إلى وقفة جادة صادقة مع نفسه، ويجعل في باله بين عينيه أنه ما مضى عبارة عن قصر في العمر، نقص من العمر وقرب للأجل، والأجل مغيب لا يأتي إلا بغتة، فيستعد للتعويض، أنه يعوض نقص العمر بزيادة صالح العمل، ولا يكون هذا إلا بالإخلاص لله تعالى عبادة له وبالاستعانة به سبحانه وتعالى حتى ييسر لك هذا الأمر. ولهذا نجدد في كل ركعة من الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة إلا بإعانة من الله عز وجل، ولا قبول العبادة إلا بإخلاص. يحتاج الإنسان يتذكر هذا على الدوام، وأن يكون هو منشغل بنفسه، برنامجه لنفسه، مثل ما إن الناس يعتذرون من أقرب الناس إليهم وأعز الناس عليهم بدعاوى أنه عنده دوام، أنه عنده شاغل، أنه عنده ظرف، أنه عنده كذا،
فأنت عندك عمل الآخرة، لا تفرط في عمل الآخرة مجاراة للناس ومداراة لهم وجريا على الألف، لا، اجعلك جاد مع نفسك ومع غيرك حتى من أقرب الناس إليك، تقوم من فراشك الوثير بجنب زوجتك الغالية لتصلي وتناشد الله عز وجل وتتضرع إليه كل ليلة، كلك نصيب من صلاة الليل قل أو كثر، وهكذا كل الدنيا فرص العمل الصالح واستباق الخيرات. والله تعالى أمر باستباق الخيرات ومسارع إليها وضمن السبق، قال لك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا هم السابقون في الآخرة، أولئك المقربون، جعل الله إياكم من أئمتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه.